شوفي يا اخت ابو شهاب، حنا ما عندنا الا حلاوه، لازم نبيعها. من نبيع عليه؟ ندور زباين يا اختي. متى يدون طيب؟ والله ما ادري، بس انت اكلت الحلاوه. بس واحده انا اخذت ولزقتها. وبقت هذه الوحده الكبيره، تبين تاكلينها بعد؟ لا ما راح اكلها. اكيد؟ اكيد، ما جاء احد اكلها. كذا ما استفدنا شيء يا اخت ابو شهاب. خلاص خلاص ما بيعها. شاطره شاطره. شوف البنت هذه لازم اجيب لها حلاوه. بسم الله الرحمن الرحيم، منين اجيب لها حلاوه؟ مو بشغلي، تدبر يعني تدبر. ماني خبري ان احد يبيع حلاوه، حلاوه تغص فيها. اسمع، اجيب لها حلاوه كبيره. حلاوه كبيره؟ شكلي بروح ادور عند ابو شهاب. وش انت ابو شهاب هذا؟ هذا والله يا ام عباس، هذا واحد يبيع كل شيء. وشلون يبيع كل شيء؟ والله هذا تحصلين عنده كفرات سياره، تحصلين عنده مواصير، تحصلين حتى عنده شاورما، يبيع كل شيء. يبيع حلاوه ولا ما يبيع؟ ما ادري، انا بروح اشوف الحين. لا تتأخر. أبشر يا أبشر. الحين يجيب لك الحلاوة الكبيرة يا حلوة. ألين البلشة، الحين أم عباس نشبتني بأبو شهاب. أبو شهاب عنده ولا لا؟ أنا كنت الحلاوة الصغيرة، باقي الحلاوة الكبيرة. والله لو تلمسين أنا أوريك نجوم القايلة. جديدة هذي بيشتري. السلام عليكم. عليكم السلام يا هطف. وش هطف يا ابن الحلال؟ أنا بشري حلاوة. هل كبر تشتري حلاوة؟ ما هو بلي يا ابن الحلال، لأختي الصغيرة. كم عمرها؟ 9 شهور. ما يصلح، هذا فوق 3 سنين. يا ابن الحلال، هذه حلاوة كبيرة ما راح تغص فيها. شكلك ما تفهم. هل البيع عشان يدينا فلوس؟ ولا كلمة. حاضر حاضر. يا ابو شهاب، هذه حلاوة كبيرة مستحيل تغص فيها، وانا بعد راح اكون منتبه لها. انت شكلك ما تفهم الا بالعين الحمراء. وتسوي فيه؟ مو بشغلك. يا ابو شهاب صل على النبي عليه الصلاة والسلام. يا ابو شهاب انا بشريها وراح انتبه لها. يا حول، انت شكلك ما تفهم الا بالله. لا لا ابو شهاب. امشي امشي، يلا روح لبيتك. ومحطة محطة. والله ما يفهم. ام عباس، وش فيك وش فيك؟ جلدني جلدني ابو شهاب بالعقال. ليش يجلدك ها؟ يقول انت ما تمشي الا بالعين الحمراء. والله انه صادق، بس ليش يضربك؟ وش السبب؟ يقول الحلاوة ما يعطل للاطفال. والله انه صادق، بس انا قلت حلاوة كبيرة ما قلت صغيرة. ايوه عنده كبيرة ورفض يعطيني اياها. وش اسوي فيها الحين؟ روح له مرة ثانية. انجلد بعد. تستاهل، روح لا تجلد بالحلاوة. يا حول الله. طيب طيب. ابو شهاب ينجلد. يا ابو شهاب انا كبيرة، ليه ما تعطيني حلاوة؟ انت فقرية، انا ببيعها ببيعها بمصاري. شوف شوف هذا جاء منكسرة رجله. السلام عليكم. يا حول، والله هذا من ضرب العقال. كفو يا ابو شهاب. وعليكم السلام. ابو شهاب لا، يا ابن الحلال لازم اخذ الحلاوة. المين؟ لاختي الصغيرة. شوف، المرة الأولى جلدتك في العقال، أما المرة الثانية بوريك شغلي. يا أبو شهاب افهمني، أنا نار هناك ونار منا. مو شغلي 9 شهور ما تاكل حلاوة. صادق. عشان تاكلينها. طيب يا أبو شهاب لازم أشريها. روح روح لبيتك. يا أبو شهاب أنا لازم أشري الحلاوة. الله مطولك يا روح. شوف الحلاوة هذه أكبر منك. الحبل يا بنت. لا يا ربي، هذا وش في تأخر الولد؟ تكفى يا ابو شهاب فكني، تكفى. والله ما فكك لين تجي ام عباس. يا ابن الحلال فكني، والله ما راح اجيك. والله ما فكك، انا حلفت. يا ابو شهاب يا ابو شهاب، فك فك عشان ناخذ الحلاوه. قسم بالله لا اربطك جنبه. خلاص خلاص كيف لا تفكها. يا ابو شهاب تكفى فكري، والله ما عاد اجيك. شوف لو تكلمت لا لا خلاص خلاص. اكيد انه صاير في شيء، بس لازم اروح اشوف. ما راح تروحين معاي؟ جلسي هنا. بقوم بروح ادوره. يا ابو شهاب ذبحني برد، بروح اجيب جاكيتي واجي. انت ما تفهم صح؟ ما تفهم. الا يا ابو شهاب انا افهم، بس انا بردت جمت. روحه ما في لين تجي مع عباس. يا ابن الحلال انت وش لك في الشر؟ انا شر؟ يا اخوي هي كلها عشان حلاوه، ليش مشخصن الموضوع انت؟ فكني يا اخوي. انا لو افكك راح ترجع لي. والله ما راح ارجع لك، والله العظيم. خلاص خلاص بفكك. صدق ما راح ارجع لك. الحين باكل الحلاوة. خلي الحلاوة يا بنت. طيب طيب. مشكور يا ابو شهاب. مشكور مشكور يا ابو شهاب. بس المرة الثانية لا تجي ها؟ يلا يلا. خلاص وعد ابو شهاب ما راح اجيك. الحمد لله جيت. لا بس كان رابطني ابو شهاب وفكني الحمد لله. وش هو جالدك والحين رابطك؟ اي عذبني عذبني. انا اوريك فيه وانا ام عباس. وش بس
بتسوين؟ أبى أقطع بالخيزرانة. لا بكلم النشر. أنا أعلمك من هي أم عباس. أبو شاب أقصر ما حد يحرز فيه. أنا أوريه الحين بالخيزرانة. يا ويلي بدأت شبت كل المشاكل هذه عشان حلاوة. وينك يا أبو شاب وينك؟ أبو شاب بقال. خلك ورايا. لا 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 أنا خايف من خاف سلم. أنا أوريه الشغل. الله يجعل حيلهم بينهم. أبو شاب هذه مين؟ زبونة يمكن تشري حلاوة. أهلين شو بدك؟ أول شي ليش تضرب ولدي وتربطه ها؟ يا حول ولدك مين؟ أنا أضرب ناس كثير وأربطهم هنا. إيه فاتح بقالة يربط الناس. ولدي اللي جاي ياخذ حلاوة لأخته الصغيرة. اللي فكيته؟ مدري عنك إيه اللي فكيته. أوه أنت مع عباس أجل. إيه أنا مع عباس. هذاك ولدك ها؟ إيه هات الحلاوة يلا. حبيبتي حلاوة ما فيك. ليش ما فيها؟ ترى بجلدك واربطك مكان ولدك. عاش اللي مد يده علي. كفو كفو يا ابو شهاب. ما لهم الا العين الحمراء يا اخت ابو شهاب. عينين الحلاوه صارت من نصيبي. ايه خلاص خذيها. والله تاخرت ام عباس. والله ننتقم منك يا ابو شهاب. سلامات سلامات. جلدني جلدني. الحمد لله اني ما رحت معك. والله لا اخذ حقي ولا ام عباس. ايه ان شاء الله ان شاء الله. الله ينتقم منك يا ابو شهاب. انا تضربني ام عباس. والله لو اوريك نجوم القايد. تعوذي تعوذي من الشيطان يا ام عباس. اسكت اسكت لا تتكلم ولا كلمه لا قطع الخزانه على ظهرك. يا ام عباس انا وش دخلني؟ انا قلت تعوذي من ابليس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا اسمع ولا كلمه. انت خواف تخاف من ابو شهاب. ابو شهاب ضربني وجلدني وربطني. انت بس انجلدتي. ايوه هذا اللي تبيه انت. لا لا انا ما بشي. انا بالفكه بالسلام. اسمع روح لابو شهاب وعلمه اني ما راح اخلي حقي وراح اجلده. يا بنت الحلال انا وش دخلني في الموضوع؟ ترى كلها حلاوه. جلدني جلدني انت ما تفهم. انا جلدني وربطني. انا بالسلام ابي السلامه منكم. انا وريك هتخاف من الجلد. لا 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 انا بالسلامه انا بالسلامه. عندي الحلاوه بفتحها واكلها. افتح حلاوه. والله ما خليك يا ابو شهاب وانا مع عباس لاجلدك. يجيك يوم يا ابو شهاب. الحمد لله فتحت الحلاوه الحين بفتحها كبيره. الكل يجلدني انا ام عباس وابو شهاب. انا لازم انحاش من البيت. يا الله وانحشت وانا معتبرتك مثل ولدي. لو ان عباس موجود كان جلده لين قلامي. اوه انا كيف انحاش من هالبيت؟ ام عباس تحت وابو شهاب برا. لو شافني جلدني وربطني اقول انا بنام وبكره يصير خير.